بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في التمسك بالجماعة. فصل في فضل الجماعة. فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة، وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره. وعن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي هنات وهنات. هنات وهنات. هنات؟ نعم. ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه يفرق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. لا، الرواية التي قبلها يعني عن عرفج الأشجعي كذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي هنات وهنات. عندكم هذه؟ عندك في النسخة ولا ما في؟ فمن رأيتموه فرق جماعة. أي نعم، اقرأ. فكأنما فارق بين أمتي فاقتلوه كائدا من كان، فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض. وقال مرة: على الجماعة. عرفج الأشجعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيها القائم اجلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي هنات وهنات. هنات جمع هنة، إما بالتاء المربوطة أو هنة بالتاء المفتوحة. يخبر صلى الله عليه وسلم أن بعد مغادرته الدنيا سيحصل كذا وكذا، أي أنكم سترون بعدي أموراً تنكرونها. الهنات جمع هنا، والهنا يعني الأمر اللي فيه فساد، أي سترون فساداً وأموراً، لأن الهنات صفة لأمر فيه شر، أي شرور وفساد. ما حدد الشرور ولم يحددها، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ليبين أن كل ما من خطوات الشيطان فهو شر، وكل ما يخالف جماعة المسلمين فهو شر، والشر يقتضي الفساد. ويقول صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة. لما قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي كذا وكذا، أي أمور فيها شر وأمور فيها فساد. أعظم هذا الفساد، لأن الفساد يمكن للإنسان تغييره، فإذا عجز لا بد من الإنكار بالقلب، أي لا بد للمؤمن من مفارقة الباطل،
إما بجسده بعد أن يعجز عن تغييره بلسانه ويده، فإن عجز عن القيام والابتعاد لابد قلبه أن قلبه ينكر ذلك، ذلك أضعف الإيمان، وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. إيش معناه؟ يعني إن لم تنكر بقلبك لابد من رضا أو لا مبالاة، فمن رضي فدل على أن فيه نفاق، كلما رضي بأمر علم أنه من غير أمر المسلمين ولا من المسلمين رضي دل على أن في قلبه نفاق، من لم يرضه ولم يباله دل على أن القلب ميت، القلب الميت أي أنه لا يهمه صلاح المسلمين وعدم صلاحهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: فمن رأيتموه فارق الجماعة دل على أن الخروج عن الجماعة من أعظم هذا الفساد، ولذا نص صلى الله عليه وسلم هذه من بين الهنات والهنات، أي الفساد والشرور. إذا رأيتم أحد فارق جماعة المسلمين، جماعة المسلمين تقدم أن بينا أنها تطلق في الشرع على معنيين، إما ما كان على إما أن تطلق على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور القلبية والاعتقادات والآراء ومما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن هذا الفعل مما لم يعمله صلى الله عليه وسلم، أو هذه الخواطر والأمور الواردات على القلب، أو هي من أعمال القلب ليست مما شرعها صلى الله عليه وسلم لا أبانها، فهي من الشرور. أعظم هذه الشرور أن يأتي إنسان فيدعو إلى شق عصا المسلمين. الحديث ورد تحت هذا الباب، هذه هي الجماعة التي جيء بإطلاقها، وهي أحد المعنيين أن الناس التفوا على الإمام وبايعوه، فمن أراد مفارقته فينبغي التخلص منه وقتله، هذا إحدى المعنيين. والمعنى الثاني أن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور القلبية والعملية أراد أن يقول اعملوا كذا ولم يعمله صلى الله عليه وسلم، أو ليكن في قلبكم إجلال لشخص أو أمر أو ملك أو جن، هذا ليس مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى الأول، وهو أنه يخرج عن جماعة المسلمين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هو المراد في هذا الحديث وقد لا يكون المراد. الأمر الثاني، ما اجتمع الناس، الأول دل على أن الجماعة تتقلص وتمتد وتكبر، قد يكون في القرية ليس هناك من الجماعة إلا اثنان والبقية ليس من الجماعة، ولذا لما فسدت الأحوال في بعض عهد تابع التابعين قالوا يا عبد الله ما تعني بالجماعة، أين الجماعة؟ قال الجماعة فلان، يعني محمد بن واسع، لأنه وحده الذي استقل باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، والآخرون خرجوا عن هذا، فدل على أن الجماعة لا يشترط فيها كثرة ولو كانوا قلة. والجماعة هنا ما التفوا على الإمام وبايعوه، لأن الإمام بينا وجه انتصابه بالطرق المعروفة، معه القوة وذا الشوكة والناس كلهم الخروج عنه يحدث فتنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل فارق الجماعة، مفارقته للجماعة إما أن يكون داعياً أو يكون وحده فقط، إن بعض الناس يقول ما نصوم مع هؤلاء،
أخروا أو قدموا يوما، هذا موجود. وفيهم من يقول لا نصلي وراء الإمام، وفيهم من يقول ليس الحج هذا يوم التاسع، إنما يوم التاسع اليوم الذي بعده أو الذي قبله، هذا موجود. فمن فعل ذلك وعرف عنه ما يكلم، لأنه أخذ الأمر على نفسه ولم يبين، ذهب متستر. أما الذي يدعو إليه علناً لا تصوموا مع كذا، ولا تصلوا وراء فلان، ولا تقبلوا جماعة سكان تلك البلدة فإن فيهم فيهم، هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق جماعة المسلمين فاقتلوه. فمن دعا إلى مثل هذه ما اقتصر على نفسه، يجب أن يبادر الإمام إلى سد الفتنة فيقتل. جاء في حديث أبي داود من مراسيله وهو مرفوع في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، جالس على الكرسي متربع كأنك مستأنس، ما شاء الله فتح الله عليك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، أي أقيموا عليه الحد. وفي الثانية: فاجلدوه، أقيموا عليه الحد. وفي الثالثة كذلك. وفي الرابعة: فاقتلوه. أشكل على بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الثابت: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الذي ترك الدين ارتد عن دينه، والذي قتل مسلما عمدا، والزاني المحصن الذي عرف أنه متزوج، التارك لدينه المفارق للجماعة هذا مرتد. طيب، والحديث الذي قال فاقتلوه في الرابعة، هل يدخل تحت هذه الثلاث؟ لما رأوا أنه لا يدخل قالوا هذا الحديث لم يعمل به. لما لم يروا ثغرة في تضعيفه وإلقائه قالوا لم يعمل به، وهو من هذا النوع، لأنه إذا جلس وثبت واستمر على الشرب فهو دعوة للآخرين على أنهم يخرجوا عن حد الله في هذه، فأصبح داعي إلى مفارقة المسلمين، فهذا يقتل. والذي كذلك ذهب ودعا الناس إلى عدم الصلاة مع هؤلاء وهو داعية إلى باطل ومفارق الجماعة. فمن قال أهذا أهل السنة؟ ما وقروا الرسول وآل البيت، ابتعدوا عنهم. هو يعجز أن يقول استحلوا دماءهم، وإن كانوا يصرحونها خارج بلاد المسلمين، لكن لو كان في الداخل وأعلن ذلك فهذا يقول عنه صلى الله عليه وسلم فاقتلوه. لا تستغرب يا عبد الله، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هنا مطلق ما حددها بإمامه. قال إذا قال سترون سيكون بعدي هنات وهنات، فمن فارق المسلمين فاقتلوه. فراقهم إما أن يكون عن دعوة وتشتيت الناس ودعوة وترغيبهم في الخروج عن الناس، هذا يقتل لأنه سيفرق المسلمين. ولذا كل دعوة فيها تفريق للمسلمين، إخراج لهم عن هذا الدين أو عن جماعة المسلمين، هو يخشى أن يقول اتركوا الإسلام، لكن يقول هؤلاء أهل الباطل لا تساكنوهم، ابتعدوهم وعادوهم، هذا يقتل لأنه درء للفتنة. المسلمين إذا تفرقوا أبطلوا الجهاد وعجزوا عن مقاومة العدو، واستباح العدو أعراضهم وأموالهم، ف
تشتيت القلوب وتفريق المسلمين هذا مما يستباح دمه ولا يكون معارضا لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم إنما يقتل لثلاث، لأنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة. اقرأ يا أبو عمر. فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض وقال من رأيتموه فارق الجماعة، لما قال صلى الله عليه وسلم من رأيتموه دل على أن مجرد السماع لا ينبغي، لا بد من التأكد والتثبت في الأمر، والرؤيا أقوى أنواع البرهان في إثبات قضية أو نفيها، لأن من رأى الشيء واضح وثبت وعرف أنه أكثر من واحد رآه دل على أن هذا الأمر لا يحتمل. وأنتم أيها الجماعة إذا رأيتم شخصا يدعو إلى ذلك فاقتلوه، اترك العبث باللحية. فيقول صلى الله عليه وسلم فكأنما فارق أو فرق، كلاهما صواب. هذا الذي فارق الجماعة وهو داعية كأنه فرق بين الأمة، ولذا الدعوات أيدوا هذا الفريق فليكونوا أنصار ذلك، ابتعد. هذا نوع من التفرقة الناس تستهين بها، ولكنها تدعو إلى انشقاق وتفتيت القلوب وصراعات بين الناس، ونسأل الله العافية والسلامة. وكذا الدعوات إلى الأقاليم والدعوات في النسب إلى وشعارات إلى أن هذا هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء أشرف من هؤلاء، كذلك هذا يسعى إلى تفريق المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم فاقتلوه كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ حتى ولو قال أريد الإصلاح وأنا من أولاد فاطمة عليها السلام، ولو قال إني عندي علم الكتاب وأعرف الحق، ولو كان عاد من باب أولى أن يكون أسود أو أبيض أو قصير أو طويل، فلما قال صلى الله عليه وسلم كائنا من كان لا تتورعوا إن رأيتموه يلبس أخضر أو معه سبحة أو أنه ينتمي إلى كذا. كل هذا من دعا إلى فراق المسلمين وتفريقهم اقتلوه، هذا الحكم. قتله هنا في الحديث قتله حداً، معنى الحد في عندنا قصاص وحد، القصاص ما كان مقابل تعدي، والحد قد يكون ارتكاب لحد الله مما لا يصح فيه التنازل ولا الشفعة. الذي يقتل رفيقه شريكه زوجه من كان له صلة وهو نائم، أو أنه دعاه فأغراه بكيد لطيف ثم قتله، يسموه قتل الغيلة. هذا ما ينفع فيه التنازل ولا الشفاعة، يقتل حدا. وهذا من هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم فاقتلوه كائنا من كان، لا تقبل الشفاعة. أما كفره وإيمانه فأمره إلى الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وسلم فإن يد الله مع الجماعة، هذا تعليل للزوم الجماعة، يعني كن معهم لا تفارقهم، ومن وجدت من يفرق بينهم فاعلم أنه ليس مع الجماعة إنما مع الشيطان. يد الله مع الجماعة، وفي رواية فإن يد الله على الجماعة، لما قال فإن يد الله مع الجماعة أو فإن الله مع الجماعة يبين ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم أن الطمأنينة والخير والسعادة والنصرة والتأييد من كان الله معه، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتواضع المرء للمسلم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم المنصورون في الدنيا، فينبغي للمرء إذا علم أن المسلمين على أمر لا يسعى في تشتيتهم ولا توهينهم ولا طلب الفرقة والخروج عليهم، يقول صلى الله عليه وسلم: أما يد الله على الجماعة، أي أنه أنه أحاط بهم ورعاهم، فيعجز أحد أن يمسهم جميعا بسوء. اقرأ يا عبد المغني: وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض. الشيطان مع مفارق مع الذي فارق الجماعة. الشيطان عدو ابن آدم، أخبر صلى الله عدو الإنسان أيا كان، أخبر صلى الله عليه وسلم عن الشيطان قال: إن الشيطان ذئب الإنسان. الحيوانات لها ذئب، مقابل الحيوان الإنسان، والإنسان له ذئب. ذئب الحيوان الذئب المعروف. الذئب أصبح معياراً وعنواناً للفساد. كل صاحب غنم وصاحب بهائم تعجز عن الدفع عن نفسها إلا والذئب يفسدها. مو فقط يفترس الغنم، إذا دخل زريبة غنم لا يكتفي ببقر بطن شاة أو شاتين، يفسدها جميعاً. فهذا الذئب عنوان الفساد، والشيطان عنوان الفساد. البيت الذي تخرج منه الملائكة وتأوي إليه الشياطين، فاعلم أن فيهم من الباطل والوساوس الخطيرة والأعمال المزرية ما الله به عليم. فاحرص أن يكون دارك وغرفتك خالية من جلب الشياطين. لا تضع صورة مجسمة ولا صورة ملونة، ولا يكن في البيت بول لم تهرقه ولا جنب لم يغتسل، فضلاً عن المنكرات والأفلام الأفلام هذه المخلة بالآداب وغيرها. اصرف هذه عنك، وإلا الشيطان سيكون موجود بين هؤلاء الأقوام، وجوده كوجود الذئب مع الغنم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يعني إفساده كإفساد ذئب الغنم. والذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، وما يدخل بين الغنم، لأن فيها كلاب، هناك كلب الراعي وفيه الراعي، وهي إذا هاجت يلاحظها من يرعاها، فيتوخى الأقاصي من الغنم. وكذا الشيطان إنما يترصد وينتهز ويكثر فساده في ذاك الذي خرج عن الجماعة. الذي شبه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع أنه يبعد الشيطان، والافتراق يكون مع الشيطان، كما يأتي الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية. ويقول صلى الله عليه وسلم تحذيراً لذلك: إلزموا جماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأ. وإن الشيطان مع مفارقة الجماعة يركض. يركض يعني أنه نشيط ويفرح ويجتهد في هذه الفريسة. قال: الشيطان مع الذي فارق الجماعة وذهب وحده في ناحية يسعى إليه بشدة حتى يفسده فساد
والله به عليم. فإذا كان في الدار عندك من بلغت به الحيرة إلى الوسوسة، ومن كان عندك في الدار ليس له قرار يستقر عليه من المعاني واطمئنان القلب، إذا رأيت في الدار من لا يلتفت إلى نصيحة ولا يقوم إلى الصلاة إلا متكاسل، فاعلم أن مثل هذا بدأ أن يكون فريسة للشيطان. اسعى بجد إلى تخليصه من ذلك بالاستقامة والدعوة إلى الله عز وجل بأن يطهر قلبك وقلبه، وإلا إذا ضاع أحد أفراد أهلك ذاك هو الخسران المبين والعياذ بالله. اقرأ. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أنس ابن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه، قال ثلاث، أي ثلاث خصال أو أمور لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. يغل بفتح الياء وكسر الغين، وفي رواية بضم الياء وكسر الغين. إما أن تقول ثلاث لا يغل عليها، أو ثلاث أي ثلاثة خصال لا يغل. ما الفرق بين يغل ويغل؟ الروايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت لا يغل بضم الغين دل على أن الفعل رباعي. إيش معنى رباعي؟ يعني مكون من أربعة أحرف. أغل فهي من الغلول، الغلول أخذ المال خفية ولا يفعلها إلا خائن، فلما قال لا يغل أي لا يخون، أي لا يقع في قلبه الخيانة. الخيانة إيش معناها؟ ضد الأمانة. الأمانة أن الرجل يحفظ السر والعهد، وما اؤتمن إليه يرعاه، يوفي بالعهد، ويؤدي الوديعة كما استلمها، ويقضي الدين كما ثبت. فهذه الأمانة إذا وجدت وتقل آخر الزمان، وكما نراها يفي بالعهد ويفي بالذمة ويؤدي الأمانة، لأن الأمانة عدم وفائها بها كثيرة، لأن الإنسان له أطماع والشيطان يداقله، والنفس ذات هوى شديد، ليس كل أحد يقدر على الانتصار منها. يا فلان هذه دراهم اشتري لي بها كذا وكذا، يا فلان هذه وديعة سلمها لفلان، يا فلان لم أرى أحد يستطيع أن يحفظ هذه، إما لأني غريب في البلد، أو أني لم أجد أحد ائتمنه على هذه. هنا يدخل الشيطان، إما بالخيانة التامة والجحد والإنكار إن استطاع، وإما بتأويل. يقول الرجل أعطاني هذا المال دعني أتاجر فيه، فإذا هو ليست بالضرورة المتاجرة، قد ينتفع بها انتفاع في شخصه، قد يقرضها آخر لأنه يرجو من وراء القرض أمور أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أكثر تحايل الناس في مثل هذه، يأتي بتأويل، يقول أراد مني كذا فأنا أعمل كذا، فإذا خسر أو نقص المال أو حصل يقوم يعتذر إليه: ألص داهم البيت، حصل حذا دون نسيان. هذا مشاهد أكثر ما يقع في الناس، ويدعي أنه أمين في ذلك. فإذا طلبت منه شراء اشتري كذا، يذهب إلى أرض الأنواع ثم يقول شريتها بكذا ولم يكن صادق.
أو يتفق مع البائع، فما أكثر تحايل الناس، فما بالك الذي يستخدم الخيانة في أمور الدين تحتاج إلى أضحية أنا أؤمن لها، تحتاج إلى هدي وجب عليك يعني من هذه الأمور التي هي فيها ارتكاب محظورات الحج وهي الفدية، أو أنت تعرض عليه فتكون فرصة. هذه أسوأها لأنها باسم الدين والعياذ بالله. الشاهد ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، إحداها هذه ما في خيانة. فإذا أخذت الرواية الأخرى لا يغل بفتح الياء وكسر الغين، الغل بمعنى الحقد، والحقد ضغينة في الصدر تحمل همّاً كيف يوصل الضرر إلى ذاك المحقود عليه، يسعى بكل الوسائل، فإذا عجز حبس هذا في الصدر، فإذا حبسه في الصدر منعه من رؤية الحق وقبوله، ما أقبل الحق من فلان ولا يراه حقاً. فإذا ثبت الحق أنه زائل عنه بقي الضلال، فيأتي بالوزر والكذب وغير ذلك. إما أنها من الخيانة أو أنها من الحقد والغل والبغض الذي أقصاه أنه يمنع قبول الحق من ذاك الطرف. أحد هذه الخصال اسمعوها، ترى قوله الحق صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا صدقا سيما ما يتعلق بالوحي وبالدين، أرسله الله عز وجل لإنقاذ البشر من الضلال والهلكة إلى الصراط المستقيم. كل أحد يجد في نفسه هذه الأمور، ولا من جات منها إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. دعك من الخطب والوسائل وكيفية النجاح، هذا أناس يتخبطون. لو علم الحق ليس الصحيح وليس الحق والصواب إلا ما تسمعه من صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب المنزل. اسمعوا هذه الخصال التي تشفي القلب من مرضه، إما من مرض الخيانة أو من مرض الحقد والغل على المسلم أو المسلمين. اقرأ يا أبا عمرو. إخلاص العمل لله، أولها إخلاص العمل لله. العمل يعني القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، والعمل يدخل فيه السكوت والصنع باليد والجوارح وأعمال القلب، حتى أعمال القلب يسمى عمل كما أخبر الله عز وجل. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. هم سكتوا، والله أخبر أن هذا من صنعه. فإذا كان القول والعمل وما يجري في القلب كلها يقول صلى الله عليه وسلم أخلصوا في ذلك لله، فإن من أخلص ذلك هي أحد الأسباب التي تذهب خيانة القلب أو الحقد الكامن فيه، يمنعك من سماع الحق ويدنيك إلى الباطل. تصلي لله، ما تصلي طمع في شيء ولا رياء، وتنفق في سبيل الله ابتغاء مرضات الله لا الشهرة ولا غيرها، وتقول الحق لا لأجل أن يقول فلان صاحب صواب أعطوه كذا أو ولوه كذا أو جعلوه كذا. فإذا عملت هذه بإخلاص لله في السر والعلن
السر يعني بينك وبين ربك، تقوم كما أمرك الله ما تتكاسل، وفي الجهر لا تراعي نظرة أحد ولا غيره، وما كان في قلبك تحب فلان لأنه مطيع لله لا لأجل المال الذي في يده، وتكره فلان لأنه عاص لله. كراهة العاصي، العاصي ما هو كافر، في جوانب خير وفي جوانب شر، فإن كان جوانب الشر لا تعدي، بمعنى تعلم أنه يشرب الخمر سراً، وتعلم أنه يأكل الربا سراً ما يجاهر به ولا يدعو إليه، فإن كان من أكلة الربا لا تعامله، وإن كان من أهل شرب الخمر كذلك، حاول أنك لا تأكل طعامه، لكن مو معنى ذلك أنك ما تسلم عليه أو تزوره هو مريض أو تواسي، اكره ما فيه من الباطل وحبه، أي فليكن في قلبك حب له من جوانب الخير، لا تكن كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم بأدنى شبهة. أما العاصي الذي يجاهر ينبغي هجرانه، أن تبتعد عنه، بعض العصيان فيه مفسدة، والبقاء معه مجلبة لكلام الناس فيك وبعدين تأييد له، لكن العاصي المتستر. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن إخلاص العمل، الحب والبغض والعطاء والمنع والتقرب والإقصاء، لا تقول فلان بعدوه عن كذا وفلان أدخلوه كذا وفلان أعطوه، لا يا عبد الله، إلا إذا كان من أحد من يستحق، إما لفضله وكفاءته للمسلمين أو استقامته، غير ذلك ما يجوز. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إخلاص العمل لله. تراها ما هي سهلة يا عبد الله، إلا من سهلها الله عليه. نوازع الشر والشيطان في الإنسان لا تدعه أن يكون مخلصاً دائماً، لا بد من فلتات، والعياذ بالله منهم من ينهى نهاج النهج. ما سمعت أكثر الناس يقولون كيف يكون لك في المجتمع منزلة ورتبة إلا أن تخرج بتلك الهيئة وتتكلم بتلك الكلمة وتعامل الناس بهذه المعاملة، وكلها عن غير على غير طريق الحق. يقول يا أخي هذا المجتمع كيف تحبنا أن نعيش، كيف يمكن العيش هكذا يتصور؟ هذا يقولها لأجل تسويغ ما يفعله، تسويغ اللي يسموه تبرير ما يفعله، يفعل ذلك لأجل أن تعذره أولاً، ولأجل أن يجد سبيلاً إلى إعلان ما فيه. هذا إذا ما جاهر قال نعم، لأن بعض الوقحين يصل بهم المبلغ إلى أن يقول دعك يا أخي هذه النصائح وهذا القرآن، هذه أمور كانت تنفع في قديم. إخلاص العمل ما هو سهل، لا، إلا ما سهلها الله عليه، لكن من ألف ذلك قد يجد مرارة في أول الوقت، ثم يجد بعد ذلك أنساً وحلاوة، وإن رأى أكثر الناس بعيدين عنه. إن الله من كان معه رزقه الطمأنينة والثبات والثقة بالنفس، ما تمشي متلثي ولا مطأطئ الرأس ولا تقول أنا وحيد، ولا تعتز بأن جماعة معك، ولا ترى أنك استطعت أنك تخرج بين الناس لأن يدك قبضها أحد الكبار وتمشي معه بزهوه، لا يا عبد الله، لأن الله إذا كان معك وعلم منك الإخلاص ما همك من فارق ومن قدم ومن أبى ومن عصى. اسمع هنا ما يقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يغل عليها قلب امرئ مسلم. يغل ولا يغل؟ يغل،
إن كانت بضم الياء فهي رباعية، وإن كانت بفتح الياء فهي ثلاثية، أي الحروف ثلاثة. فإذا قلت غل يغل وهو من الغل أي الحق، وإذا قلت يغل فهو من الغلول وهو الخيانة. أحد هذه الأمور الثلاثة التي يصفو القلب من هذه الأمراض أن تخلص لله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: بسم الله، أصلي في مكان في المسجد النافلة، لأن فيها في هذا المكان مصحف تعودت أن أقرأ منه في المسجد، وإذا قامت الصلاة أصلي فيما انتهى به الصف، هل يعتبر المداوم في هذا المكان من نهى صلى الله عليه وسلم أن يستوطن المرء مكانا كما يستوطئ البعير مكانا. لا تجعل البعير إذا يوم يومين أنخته في مكان ثم بعد ذلك تركته، فإذا جاء للمربد لأجل أن يعني يرسو في الأرض اجري المكان اللي نام فيه أمس أو الأمس. فنهى صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ إيطاء كإيطان البعير، لا تفعل ذلك. الحكمة في ذلك يا عبد الله أنه لو جاء يوم ورأيت آخر في هذا المكان قلبك يحصل هذا ولا ما يحصل؟ فإذا جاء يوم ثاني وثالث الذي في القلب من الريب والضغن والحق يكبر إلى حد أنه يسعى في إيصال الأذى عليه إن قدر بيديه، وإلا سعى في التشويش. فلا تتخذ هذا، أولا هذا النهي. الأمر الثاني، المصحف الذي تعلم أنك تأنس به احمله إلى مكان آخر، لكن لا تفعل هذا الفعل. نعم. بعض الناس يقولون: لا نصوم حتى نرى الهلال بأعيننا، ولا يصوم أحد مع جماعة المسلمين. هذا من نوع، هذا موجود، نعرف من قديم. الشيطان استطاع افتراسهم كما يفترس الذئب الغنم، وخرجهم عن هذا السجود. بدل هم يفعلون ذلك، وما جاهروا به أمرهم، كلهم الله عز وجل يتولاهم. لكن من جاهر قال لا تصوموا، يقول صلى الله عليه وسلم: اقتلوه كائنا من كان. ما قلت أنا هذا من عندي يا عبد الله، هذا يقوله صلى الله عليه وسلم. ولا تظن أنها مفسدة لا تقتضي أن يكون القتل ردعا لهذا، بل هذه المفسدة تستحق أكثر من ذلك، لأنها إطفاء فتنة عظيمة. لو تحقق ما يسعى إليه لوجدت المسلمين فرق. اقرأ يا عبد الله. الآن المسلمون دول كثيرة، كيف نفهم المعنى الثاني أن لزوم إمام الجماعة؟ هذا السؤال ما تفطنتم إليه، ما عرفت إيش قصده. وأراد أن يقول إما عجزاً عن التعبير أو خوفاً من إظهار السؤال، يقول: هناك دول وحكام كثيرين، نطيع من؟ وما جابه بهذا الأسلوب. أنت في دولة تحت رعايتها وتخضع لأوامرها، ذاك المطلوب منك الإخلاص له. فإذا بويع ومعه أهل الشوكة يقيم الصلاة ولم ينهى المسلمين عن الصلاة، يجب يا عبد الله طاعته في السر والعلن، إلا إذا أمر بمعصية فلا تطعه. أما هذا التشويش، هذا رجل ما عنده فقه، يعلم صلى الله عليه وسلم أنه ستكون دول. وقع هذا في أول عهد معاوية، كانت دولتان،
ثم بني أمية خرج من خرج، ثم اتسعت فأصبحت دولة في الموصل، ودولة في حلب، ودولة في شرق شمال في الأندلس، هذه موجودة من قديم. أي شك يرد القلب فيرتاب يقول نبايع من؟ دعك من هذه الهراءات ووساوس الشيطان. نعم، صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد.